الجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. ما الحكم الشرعي في قراءة الإنسان من المصحف الشريف وذلك في صلاة التراويح في رمضان أو صلاة قيام الليل في غير رمضان أو في صلاة الكسوف وذلك بأن يقف الإنسان للصلاة ومعه المصحف الشريف ويقرأ منه السور الطوال التي لم يتمكن من حفظها عن ظهر قلب وفي أثناء سجوده يضع المصحف على الأرض أو على طاولة تكون قريبة منه وعند قيامه يأخذ المصحف بيده ويقرأ وهكذا إلى أن ينتهي من صلاته هل يجوز ذلك أيضا في صلاة الفريضة أفيدونا أفادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فلا حرج على المؤمن أن يقرأ من المصحف إذا دعت الحاجة إلى ذلك في التراويح أو في قيام الليل أو في صلاة الكسوف لأن المقصود أن يقرأ كتاب الله في هذه الصلوات وأن يستفيد من كلام ربه عز وجل وليس كل أحد يحفظ القرآن أو يحفظ الصلاة الطويلة من القرآن فهو في حاجة إلى أن يسمع كلام ربه وأن يقرأه من المصحف فلا حرج في ذلك وقد كانت عائشة رضي الله عنها يصلي بها مولاها الأكوان في رمضان من المصحف يقرأ من المصحف ثم الأصل جواز ذلك وليس معنى منع حجة وقد رأى بعض أهل العلم منع ذلك ولكن بدون دليل والصواب أنه لا حرج في ذلك في صلاة التراويح صلاة الليل صلاة الكسوف كل هذا لا حرج فيه حتى الفريضة لو دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس لكن الحاجة في الغالب لا تدل إلى هذه الفريضة لأن الفريضة يقرأ فيها بالسور القصيرة بالفاتحة أو بغيرها من السور فالغالب أن الإمام لا يحتاج إلى ذلك لكن لو احتاج إلى أن يقرأ المصحف فلا والحمد لله السؤال الثاني في رسالة هم أيضا لاحظ أن السنة والأفضل أن تكون أن يوضع على كرسي في مرتفع يكون حول المصلي يضعه عليه فإذا قام من السجود أخذه لا يضع على الأرض لأن احترامه متعين فإذا فيستر كرسي أو في مرتفع وضعه عليه أما إذا ما فيستر شيء فلا بأس أن يضع على الأرض المريض الطيب